بنتابع مع حضراتكم اطلاق الدفعه الثانيه من الصواريخ الايرانيه في اتجاه اسرائيل. الدفعه الاولى كانت 250 صاروخ، ايران بتتكلم على 400 صاروخ هيتم اطلاقهم، اطلاقوا 250 دفعه اولى، ربما نقترب من الدفعه الثانيه. هناك وسائل اعلام الايرانيه هي اللي قالت على الاعداد الصواريخ، ووسائل اعلام اسرائيليه اللي تحدثت عن الصواريخ التي اطلقت على اسرائيل خلال الساعه الاولى. هذه هي الساعة الثانية أو الدفعة الثانية من الصواريخ الباليستية، وفرط صوتية إيرانية المتحدث باسم جيش الاحتلال أستاذ فادي معانا يتكلم عن نخوض جيش الاحتلال، بيقول نخوض حرب متعددة الاتجاهات. والله مثل ما ينقال بالمصري هو الجابر نفسه، ما حدش جبر اصلا. نعم. يعني هو الذي فتح جميع الجبهات، هو الذي هدد، هو الذي دمر غزه، هو الذي دمر لبنان، هو الذي قصف اليمن، بغض النظر عن محاربه الازرع الايرانيه على انها ازرع ارهابيه او لا، لكنه بيتكلم على اراضي عربيه، دول عربيه، عن اراضي دول عربيه ومدنيين عربيين سقطوا يعني جراء هذه السياسه الحمقاء، وبالتالي فما ذنب 40,000 مدني في غزة؟ العدد في لبنان أصبح يقارب 2,000، يوجد 1,800 شهيد من المدنيين، وعدد يعني قرابة 10,000 مصاب في لبنان، و10,000 مصاب بالإضافة إلى الخنق يعني. ودعني بس أوضح لك أمر، عند وصول الصلية الأولى من الصواريخ إلى الداخل الإسرائيلي علت التكبيرات في المساجد، الأزرار دقت في الكنائس، والرصاص لعلها في بيروت انتهازا. يعني هذا ما يؤكد ان الحاجه كانت لهذه الضربه ليست عسكريه فقط، للجم دعم ومسانده، دعم ومسانده، وايضا الصواريخ كما نتابع على الهواء عشرات الصواريخ على